يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته اليوم الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر يونيو الجاري، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. يجري خلالها جلالته مباحثات مع سموه تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.